أبو عبد الله واقع أليم مؤسف للغاية، لا تعليق، تفضل. في البداية بس أستاذ خالد إذا تسمح لي نقطة بالنسبة للأستاذ خالد البلطان، هو الموضوع مش مطروح لعملية تأييد أو عملية يعني غير تأييد بالنسبة لخالد البلطان، احنا تحدثنا عن لجنة يرأسها الأستاذ خالد البلطان، ولكن في نهاية الأمر أنا أعتبر أصلا ابتعاد خالد البلطان عن الوسط الرياضي في الفترة الماضية كانت خسارة للرياضة السعودية، ولعل ما يعانيه نادي الشباب حاليا يعودنا إلى فترة خالد البلطان اللي تحدث فيها أن القوة سواء القوة المادية أو قوة الشخصية أو عندما كان خالد البلطان رئيسا لنادي الشباب في عنفوانه ومنافسته وحضوره. بس أبو عبد الله اسمح لي، ما دامنا في الموضوع هذا احنا ما ودنا نطول الموضوع هذا. بالتأكيد أنا أرجع لك لنادي الشباب. كلام الزميل خالد قبل قليل يقول أنه نص القضايا أو بعض القضايا اللي موجودة على نادي الشباب سببها إدارة البلطان. لا مو كلها، علينا ان نعود ايضا الى السجلات، ليس فقط إدارة البلطان، ايضا بعد البلطان جات هناك إدارة اخرى، وبالتالي مثل ما اشرت هو ليس الموضوع لدينا بالنسبه خالد البلطان. نتحدث عن لجنة، قلت رايي بان ابتعاد خالد البلطان خساره للرياضه السعوديه. نعود بالنسبه الى الواقع الاليم للانديه السعوديه. بدون شك خلينا نكون واقعيين أكثر اليوم، أيضا الاتحاد الدولي، ربما الاتحاد الدولي السابق بقيادة بلاتر كان هناك نوع من التساهل، اليوم لا، جاء اتحاد أكثر صرامة حقيقة. أيضا عملية المطالبة بالنسبة إلى الأندية السعودية ازدادت كثيرا في أروقة الاتحاد الدولي، بمعنى آخر حجم المشاكل أصبح حجم كبير جدا. نعود إلى المربع الأول ونقول من وجهة نظري أن إدارات الأندية هي المسؤولة بدرجة كبيرة، ومن ثم اتحاد الكرة الذي لم يضع القانون أو اللائحة لمنع عملية التسجيل حتى لا تتراكم الديون. طيب أبو عبد الله.